شنو اكثر المشاكل الموجوده في جهه صفاقس؟ احنا حاليا توا في صفاقس نعاني ومشكله الوشواشه، شلتوا عنا البلديه مقصره على الاخر، شلتوا انا نسكن في طريق سكره ياسر وشواشه، ما عادش نرقدوا في الليل. المشاكل نتاع التلوث البيئي، كثر الزبله والخدمه ما تخدمش تاع الاعوان البلديه، والوشواشه كلاتنا انا لهنا. بالحق كارثه، وكارثه موجوده في صفاقس وخاصه في الضواحي نتاع المدينه العتيقه، وموجوده الوشواشه هذه، وخاصه البلايص الداخله اللي فيها الماء وفيها الناس اللي ما تصلحش، وثم اللي كنارات ما تتنظفش بصفه استمراريه. بطبيعه الحال شنو النتيجه اللي باش يصير؟ باش يصير التراكم تاع الاوساخ ولا شو اسمه هذا والجراثيم. وبطبيعه الحال تشوف معنا، شوف البدن كيفاش معنا كذا، وانا نخدم يوميا معناتها مستقر في البلاد العربي لهنا، ونعرف 13 سنه في البلاد العربي. صدقني عندي ثم عامين بريسك، تقريبا بريسك عامين، عمرها ما صارت الاوساخ هذه والحاله هذه والظاهره هذه لاول مره تصير. رانا تكلينا بالوشويش. الوشويش اكلتنا. الوشويش اكلتنا. منقذونا راه والله، الواحد نهار كامل عرفت يعاني. سكروا في الديور ونشعلوا في النار البرا. النار تشعل البرا وهي تدخل لنا للديور الداخل. النوم ما نرقدوهاش. الحي راهو خمج بالزبل، والبلديه ما جاش تنظف بالباهي، تجيك تعديه تقيم لك في اللي تقيم وفي اللي لا. البلديه تتعدى حد القياس. أرى اللي نحرقوا فيه الأولاد وكل شيء، وإحنا صغارنا يتضروا، مش معقول. وإحنا هذا اللي رينا، والوشواش أكلتنا. في حالة رانا، في حالة.